ما معنى ضمائر المتكلم؟ هل تستطيعين أن تقولي لي؟ ضمائر المتكلم means first person. تمام، ممتاز، ما شاء الله. أي واحد، أي من هذه الضمائر؟ عندنا نحن الآن قد كتبنا كل أنواع الضمائر مع بعض، هل تستطيعين أن تفرقي بينها؟ تحسني الفرق بينها؟ Which one is ضمائر المتكلم؟ And what do you say the other one؟ أي ما هي أسماء الضمائر الثانية؟ أنت ما الغائب؟ ضمائر الغائب، ما هو النوع؟ ضمائر المخاطب، which one؟ أي واحدة منهم؟ أنت، أنتي، أنتما، أنتما، أنتم، أنتن. أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، صح. طيب what is the difference؟ ما هو الفرق بين أنت وأنت؟ One is مذكر، أنت is مذكر، and أنتي is مؤنث. ممتاز، ماذا نسمي هذه الضمائر يا حنين؟ ضمائر المخاطب. ضمائر المخاطب، ممتازة، بارك الله فيك. ما معنى المخاطب in English؟ Second person. جملة مفيدة أتكلم فيها عن نفسي، أنا أستخدم أنا لبنانية. أنا لبنانية، ما شاء الله، ممتاز، أتكلم فيها عن نفسي. طيب إذا أريد أن أتكلم ليس عن نفسي فقط، الجمع في اللغة العربية كم شخص؟ جمع؟ واحد أم اثنان أم ثلاثة أم أربعة؟ ثلاثة وأربعة، like all of them. ممتاز، ممتاز، ما شاء الله. طيب أنا أتكلم عن مثلا حنين وروان وأمهما. I'm speaking about three persons now. أتكلم، أريد أن أتكلم عننا جميعا، ماذا أقول؟ جمع مؤنث. جمع مؤنث. طب أي ضمير أستخدم، أنا أم نحن؟ نحن. قلنا المفرد وقلنا الجمع، ماذا عن المثنى؟ ما معنى مثنى؟ دو. ما شاء الله، تمام. أنا عندي مثلا أتكلم عن نفسي وعن حنين، أنا وأنت، أتكلم عني أنا وعنك أنت، وعندنا ضمائر المتكلم فقط أنا ونحن، هل أستخدم أنا أم أستخدم نحن؟ نحن. طيب أعطيني جملة، أنا أريد أن أتكلم عن نفسي وعنك، ماذا أقول؟ نحن نتكلم اللغة العربية. نحن نتكلم اللغة العربية، ما شاء الله، ممتاز. طيب إذا أنا وأنت، نحن ماذا؟ إذا كانت مدرسة ماذا أقول؟ نحن مدرسة، مدرسة تاني. ممتاز، ما شاء الله، أنا وأنت، نحن مدرستان. طيب أعطيك أنا جملة بالمفرد وأنت حوليها إلى مثنى أو إلى دول. أنا وأنت مثلا، أنا لبنانية وأنت لبنانية، ماذا أقول؟ أنا، نحن لبنانية تاني. ممتازة. في كلمة نحن، في ضمير نحن، ماذا نضيف للفعل في أوله؟ لا نون. ممتاز. في مع ضمير أنتما، ماذا نضيف للفعل؟ كيف نغير الفعل؟ الماضي إلى المضارع، ماذا نضيف؟ أيوة، وألف ونون في آخر الفعل. طيب مع كلمة أنتن، أنتم، ماذا نضيف في أول الفعل؟ وماذا تضيفين في آخر الفعل؟ روانون. واو ونون. مع هذا معناه أن دائما في الجمع تضيفين واو ونون في آخر الفعل.